السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحييكم من ولاية خصب، وفي رحلة بحرية أعتقد أنها ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة. للوصول إلى خصب لابد أن تمر بالقرى التابعة لخصب، وبعد خصب أيضا هناك مجموعة من القرى البحرية، منها المرة بسكانها، منها بعض القرى تقريبا هجرت. اليوم راح مع حد من شيابنا وبركتنا. اليوم معنا الوالد عبد الله بن حمدون، عبد الله بن حمدون بن سليمان الشحي، ونومك ابو محمد. ابو محمد نعم. كيف حالك؟ تمام، عساك بخير الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. الحمد لله، حيا ابو سهله. الحمد لله على كل حال. ومعنا عبد الله بن خميس. ايوه، عبد الله بن خميس الشحي. انت ولد اخته؟ ايوه. انتوا اهل؟ اهل خالك يصير. زين، جميل ان يعني نلتقي باسره من خصب، وبنتعرف على خصب اول، واحنا في اجواء خصب اول ايضا. صح. بنتعرف على المناطق، على سيرتكم وجيتكم اول. تمام. من وين بنبدا؟ شمال مني. زين، اذا بنشوف القرى القادمه وبنعرف كثير ان شاء الله عن حياتكم. حياه وسهلا. اول مره بنصف هذا الجبل ماشي اسمه الله الصرب، طريق الغول. ماذا صرب؟ طريق الغول. حبه سعدون. راس ميسغ. راس ميسغ. ميسغ. بعدين احنا هذيك ابو الدوحه. احنا هذه منطقة فيها سكون، حد ناس ساكنين. لا ما في شيء الحين، ما في. تبع الحرف. بس تبع الحرف. هي ساكنين بالحرف. هذه هنا شوية منطقة الحرف. هي الحرف هي كلها كاملة. سماي الحرف لأنه داخل في البحر. نعم. أصلاً حرفين بخصب، حرفين. حرف بن حمود. حرف هذه نهاية الحرف. طيب وإيش المناطق الثانية؟ إيش القرى الثانية اللي فيها ناس الآن؟ فين؟ قدا بس. قدا. من هالمناطق قدا. والباقيين ما ساكنين، واحد واثنين بس هذين. يعني قليل سكون. نعم. سكون كلهم انتقلوا إلى خصب. زين، خصب ما شاء الله متوسط القرى يعني. لازم وين هي؟ بين قراها. يعني. نعم. واحنا الآن بننزل كذا واحنا ماشيين. ماشي. إلى نمر على خصب. خصب عقب نمر صوب حيوت وصوب فنخة. من بعد خصب. من بعد خصب. انتوا رعاة بحر؟ نعم. اشتغلتوا في البحر؟ نعم. عبد الله اشتغلت في البحر؟ نعم اشتغلنا في البحر. سنين؟ وتحمل الاربعينيات في البحر. زين. والحين ودرتوه؟ والله ودرنا. شايف انا عمري 80 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. نعم. بس خلص ودرنا. وين ضاعت؟ واحد ابو جوك. والله تحت 60 يعني. نعم. 60 55 60. نعم. ما مبين عليك ما شاء الله شباب. الحمد لله. اول ما نروح البحر حق الشهوه البحر القباب. ايه. نجيب الهن نرقد هني. هني تبع حتكم. ايه. قبل لا هذا يعني وانتم راجعين للصيد. وين نرقد للصيد. زين. ونخيل بالبحر بالليل نطوي البر. ايش تصيدون؟ قباب، سهوه، سبيتي، سمان. القباب هي سهوه. هي سهوه. نعم. هل الدار هني سقباب؟ ايه. احنا سمك باب. سمك باب يعني. باب صدق. ما ندري اسمه سهوة. ايه في باقي المناطق سهوة. ايه سهوة. نعم. سمان وسبيتي، وهذا سمان وسبيتي بالارض. زين. شاري سوي له قيمة تصدق له. نعم. الحين 50 باء هني غزر. هني؟ ايه.
بحرف. ايه 50 باع هني بحر. 50 باع يعني ونقاط مع 60 متر. تقريبا. 60 متر ونك بحر ونقاط يمكن 70 80. هذا هني قريب الساحل؟ غزيري غبة غبة غزير هنا يتوصفوا بها زمان غبة سلامة. ايوه هم كانوا بيجوا الشارع العام بيجوا مني يوم شافوا غزر ما قدروا يجوا اصلا. اي بيجوا مني داخلية بعدين هني غزر الحين ورا الجبل هذا غزر. احبس بشارع ثاني بعد 65 انا بتكلف عليهم وبيهم بعدين ما يسوي ماي هواء هواء يضرب هواء يوم يجي الناشي هذا تشوف هذا الموج يطرح جبل. نعم كيف كنت قريه لا قريه خشب خشب على خشب على خشب لا صغار زوارق يعني نسميها يعني سب شيء ما يرمي داف اول ما شيء اول الجبال تمشي لهي شيء على شعر رجولك بس. نعم ايش تستخدموا تكرم دواب الحمير وكذا هاي هذا يمشي الحمير حمير جمال بالجنه. ايش انسب شيء البحر البحر البحري كونها كلها قرى بحرية أقل بحرية. نعم لما البر والبدون ما البر. نعم يعني الواحد إذا كان ذيك الأيام الحين تمشي من خصب إلى كم ربع ساعة 20 دقيقة تقريبا بس بالسيارة. طيب لذلك أهل لك شماج لك أنساب تبى تزورهم ذيك الأيام يعني تستوي سفرة سفرة كبيرة سفرة كبيرة وتتجهزوا لها ايش تاخذوا معكم؟ ما ناخذ شيء، خلي بسيط زيت شوي من قدل هذا قريب. اول من هنا الى راس الخيمه اول اربعة ايام. من هنا على البحر على الهواء لا على الشراع على الشراع نعم اللي في هواء ما تقدر تمشي تبندر تطرح اجي غبانه مثل هذه وتطرح الى ما يصير الاخبار نعم ويجيك الولم تروح. هي اللي ملاصقتكم هني راس الخيمه في راس الخيمه اول مره شام على الحدود الدش نعم. الدش شام من شام تروح راس الخيمه اللي هي الان نمشيها في نص ساعه اقول تقريبا هي شام اي اكثر شيء هذا من راس الخيمه اول تاخذ ايام هالكثر هذيك نعم يوم هواء اي يوم اخبار وبيوم واحد زين خربت وصار راس الخيمه. وكيف تنول؟ كيف تستاجر عشان تنول؟ لازم ننول بنول كتكوت 150 200-150 ايش ربية؟ ربية مال الهند ربية الهندية هندية اللي أول. كانت تستخدم في عمان والخليج اول كله يعني. نعم يعني هالبحر على الصيد شغالين كل البحر لكن هل في ناس شغالين لنقل المسافرين؟ لا يعني لا, لا 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 ماشي مخصوص ماشي ماشي مخصوص مخصوص ماشي هو هرب للصيد وللسفر للسفر نعم في محامل كبار شوي نعم مال الصيف الخيمة أصغر من هذه شوي مثل محامل مثل والذي يصيد من الصيد شحو شحو صغير نعم ايش الطيور هذه؟ ايش الطيور هذه؟ لو لو هني لو 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 هاي لو من الطيور البحرية البحرية نعم, نعم. لو وايد منها شفنا كثير منها فعلا لو وايد منها هذه طول السنة موجودة ولا محل دخل البحر ما يطلع البحر ما تطلع هذه من البحر اي ما بس اللي موسى نسوا هواء حار تنقطع شويه يا بدي هواء البارد اكثر اول بيد عندنا صفور كان كله راح بعدها الحمد لله شيء وايد طيب اسمه مرشاق وشيء منه بعد صار غواي وما ادري وايد يعني اول القريه هذه ابو محمد ايش اسمها؟ احنا 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 نعم ايوه لا زال فيها ناس اشوفها خضره يعني فيها نخل ساكنين فيها البحر اول ساكنين فيها الحين ما حد فيها شنو البحر لا ما حد فيها الان؟ لا الحين ما شايف ترى اريد مو الصيد بها داخل عيل مني قابل المال اللي هناك ينزل ينزل تحت يعني هذول اهل البلد وهالبحر في نفس الوقت عندهم رحله الشتاء والصيف نعم يعني وين يكونون في الشتاء وين الصيف هذا مكانه محن اول لا بالقيض ينزلون بالخصب كلش ما عاد يتم فيها الحرف يقيضون خصب وكذا وني يعني لهم اموال بعد لهم اموال كل منطقه اللي بها فيها بيوت كل واحد مكانه زي مكانه ليش مكانه ليش يروح لخصب لا ابو اللي عنده نخل هني قاعد اللي عنده نخل يقتل قريته واللي ما عنده الذي بقدر نخل يروح قدر يعني ما عندنا التفريق هنا يروح لأقرب مكان ما دخلوا هناك لا مويل هناك مال هناك نعم ولا خصب يروح لخصب نخيله بخصب
خصب. القيض في خصب. القيض في خصب. والشتاء في يوني. في القرية. بالحرف. نعم. ليفوق. الشتاء بالحرف. نعم. من يجوم الغباين ايه. ما ينزلون هنا نوم الحرف. هذيلا هل 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 إحنا نفسهم هل الحرف؟ كلهم. نفسهم. ما حد غير عنهم. ايه. ما حد شريك معهم. يعني اللي صعدوا وينزلوا ايه. في في الشتاء يكونوا في الحرف. في الحرف. ايه. وفي الصيف يكونوا. ايه. هو بارد. ويمارسوا البحر. نعم. كسبام البحر. صيد زي ما جي. زين. الرحلة هذه بعدها لليوم ولا خلاص؟ ما مكانهم هاليوم استقروا الحين ماجي الحين مكانهم الرطب وشتاء مكانهم الرطب يوصلك لمكانك إلى مكانه ما لازم تروح للطيب ما لازم تروح اللي جاية قدا ولا مخي؟ مخي. لها لها مع هذه ايش يعني مخي؟ بس هذا اسم من اول اسم لقيتوها كذا اي يعني أيه. من الجدود الاولين السابقين اسمها مخي نعم ومشى الاسم عليها مخي تمام أيه. طبعا هذه والخلجان كلها احنا نلاحظ روس روس طالعه في البحر كل الروس هي لها اسماء هي كلها كل اسماء كلها لها اسماء كلها لها اسماء هذا 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 اسم راس موخي راس موخي هذا راس موخي على القرية نعم وهذه الغبنة اسمها فت فت وين هذه الغبنة وين الضيفية هذه هذه فت اي اسمها فت اي وين طب الحرة وصافت عندك بعد منطقة نعم يعني غارية مثل هذه يعني كل منطقة لها اسم كل راس لها اسم كل راس ما منطقة كل راس له اسم لها اسم وكل سيفة وقور لها اسم اسم يعني حن كزوار نشوفها كلها تشبه بعضها كلها بعض نعم وانا اسم الاولين مسوي لكن اهل مكة ادرى بشعبها اي صح انتوا ادرى بمكانكم نعم ما شاء الله الطيور وايد الطيور عاملة مهرجان له نعم ما استعملتوها في اي شيء هالطيور لا ولا ناكلوا بعد بس كذا تشوفوها بس ما ناكلوا بعد حرام هذا ما ينفع اي هذا ما يو ما يو اوكي ما ياكل نعم تنبحر بس يمين داخل تحت البحر بنمشي عند بنمشي خلاص هي هاي مو خلي شوي يتلطف معنا احسن نبغى قريب عشان لازم نشوف المكان ايوه وكيف الصيد يعني الحين اهل القريه هذه إذا لازم يصيدوا بس قدام قريتهم ولا يروحوا لا مسموح لهم ليه هناك؟ هناك نتغير القواب نسحب إلى البر القواب تجيبوها من بعيد بعيد زين لكن أنت هل الحرف مثلا يصيدوا في الحرف؟ إيه يصيد وهالمخ يصيدوا في موخي وهالمخ يصيدون في موخي هالقدر يصيدوا في هالقدر في قدر طيب يصير الحرف يروحون لموخي ولا قدر؟ لا ما يصير في الحد حد كل حد إلا منطقته منطقته وهذه متعارف عليها من أول زمانها وما يصير يعني لو مثلا هل المنطقة هذه قل عندهم الصيد ما يعاونوهم المنطقة الثانية لا ما عندهم شيء ما عندهم كل حد برزقه يا السينة الله سبحانه وتعالى لما يجيهم الصيد لما يجيهم الصيد أي نعم ما يتعذون على غيرهم والصيد على المواسم الدبر خصاب هذاك الدبر خصاب ايه هذاك بيت المال اسمه كل من يصيد به للكل هذا في وين خصب خصب قدام خصب هذا خصب روح المينا هاي والمينا هاي ايه هذيك للكل للكل فممكن اللي بيقل عنده الصيد ممكن يروح هناك يروح نعم مسوي حق مسوي اكثر شيء حق العومه نعم ايه العومه ما تروح هناك زين يعني هذه الاشياء موثقه مكتوبه ايه فيها اوراق ايه من سنين هذه محدود من قبل مثل هذه يعني كل حد لما كان قرية يدد لهم لا حد يمشي على الثاني كل ما شو يتقدموا عند الحكومة يشتركوا اعتدوا علينا نعم وخفوهم بها شفوز وبها غير وبواب وكل شيء أيوة. هذا هو لازالت موخي فيها بيوت قديمة شوفها بيوت قديمة الأول لا هاي بيوت نحن هاي هاي بيوت نحن سكنتوا بكام؟ ايه
اخواتنا سافرين، جدودنا سافرين. كيف كانت البيوت؟ الاول تبنوها بروحكم؟ حجر طين سميت. أيه. سميت بس اول ما بيصير اول طين. أيه. النسوان يجيبون الطين من الجبل هذا بنصلح به داخل مثل بلستر مثل هذا. أيه. النسوان يجيبونه من الجبل الابيض. النسوان يجيبون الطين، الطين يساعدوكم حتى في البناء، حتى في البناء الحريم يساعدون ويروون البيت داخل، وهم يسوون روح يسوون. الحريم يروقون البيت داخل، تعاونوا الحريم يروح معنا حول 10 حبات يسوون مثلا عيش ما عيش هذا ويتعاونوا. ماشي اصباغ صبغون؟ لا ماشي ماشي، لا سابغ ماشي. هذه صبغتها هي ماشي سابغ، هذا التراب الصين نجيبه من الجبل وين ابيض. كيف تصيحوا على بعض؟ كيف تبلغوا بعض؟ لا نجي من البيت ونصيح على السيف. اذا كانت هذه قريه وفي جنبكم قريه ثانيه ما بعيده وتبغوا تبلغوهم باي شيء يستوي بالوديان بحادث كبير يوم عندنا العيد رمضان اللي بقضوا بخصر. وين تلبون الضوء؟ هني فوق فوق الجبل هذا. ايه اليوم صوم او اليوم عيد، هذا التبليغ عن العيد وعن رمضان. عن رمضان يعني شهر هل اليوم بكره تسوي لهم نار؟ نار عادهم عرفوا ما عرفوا ان هذه النار. لا 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 مخلص يضرب مدفع هناك بخصر، هناك عاد يضربون المدفع المدفع بخصر. نعم يشوفوا الحرب هناك، الحرب يعطي خبر هذه المنطقة. أيه. يضحكنا احنا خبر احنا نبلغ خصر. أيه. الوالي قابل الشهر ابوي حرصه الهلال. اللجنة يسوي اللجنة وطالب. مثل الحين بعد. ايه. وقسوا على الجبل ويشوفوا من شافوه. ايه. اول تور اتفق. زين. ومن بعد يسوي الضوء. شيء. اتفق. عاد يتردد الصوت. ردد ايه. كيف تقضون رمضان؟ ما تعب؟ لا ما في تعب. هذا فرض علينا. فرض. تعب ما تعب. نعم. لازم نصوم. نعم. ايه. ووقت بالليل يصير. ايه. بيتي وبيتك والثاني. ايه عقب ما تدور. ما نصلي التراويح. بعد التراويح. بعد التراويح. ندور نزور بعضنا بعض. أنت عندي أنا دقي وأنا عندك أنت والقهوة عند الثاني وأنا الثالث كنا. نعم. في الأمور مسرع وبالليل. نعم. مطوي نادي في المسجد. ايه هذا وقت السحور. اي نادي وقت السحور. وقت السحور ينادي مطوع. ما في مسحر؟ انتم عندكم طبول هنا ما شاء الله. لا ما نقصد بس مناطق صغيره وهذاك ينادي. ايه يطلع مثل مثل ما كل بيت حبيت. كل اللي يسمع الاذان. يعني اذا نادى المؤذن يسمع. كل اللي في الحاره يسمعون. الى ان اسبوع وشفنا جيراننا ما يتحركون. غدنا لهم. ما يحتاج سماعات؟ لا 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 ما يسمع. سماعات ما شيء كل يوم. ما في سماعات. بعد كل وقت ما شيء سماعات. والنوم؟ ما من بدري وثالثا بعد بالليل من رقد بقى كيف؟ يوم عندنا مثل صيد على السيف هذا. نبيت نلف الأمة. نعم. وخيشه ونسوبه ما نرقد. تشتغلون بالليل؟ ها. بمسيحي من الأملة جايبين ألف قباب ما نشقوا هذا نشقوا براحنا يعني. يشق حد يملا حد يشق حد يخسر كله براحنا. حريم مساكين يدقوا الملك. نعم. ساعدين. صالح. ملح كله ملح أول. من وين تجيبوا الملح؟ الملح نجيبه من إيران. من إيران. ما في لا هني ماشي. لا ماشي ملح هني ماشي عندنا. نعم. والسمك هذا ينقلوه البصراوية مع البصرة. إيه. هم يشلوه. سواء كباب ولا. كلهم يقول تقريب 40-50 فرمان يشلوه من هني إلى الحبلين إلى دبة. نعم. شريات صيد. كم يبتاع تذكره؟ الكباب؟ المالح واي المالح اخلك ال 110 15 كله شق بس نشقوني ما شق وطي. ايه شق وطي ما شق وطي. لا 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 بس بال 100 نشق وشق هدا نفرده ونملحه. طيب هذا المكان هذه نظيفي. ايش اسمها؟ نظيفي. نظيفي. ايه. هذه القريه اللي جايه. ايه هذه نظيفي. والخور هذا اللي دخلناه تو ايش اسمه؟ خارشم. هذا خورشم. هذا مشهور خورشم. ايه يقول له خارشم. ايه. هذا المنطقه متعلقه عليه. عاد في هنا كثير خلجان وخيانه.
خيران 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 وايد بدا مثل هذا. كنتوا تجوا من خصب الى هني؟ اي تمني زمان زمان نمشي كم زار نمشي مني كيما نجي كله بس كله بس ميداف على ميداف. ها على ميداف يعني ايش بعد كم يبالك من خصب؟ 5 ساعات المكان اللي هني جينا. زين ايام المجاديف وايام الشراع انت تحفظ ايام الشراع قبل المكاين؟ نعم. من خصب لهني كم تاخذوا؟ اشراء هني ما يستوي لا روس يستوي. مني ومني اشراء يبغى وال مسيده ما في هواء. لا هاي الهواء انت خاطب مني بعد قاعد دعاء مني يستوي يروح عليك كله الهواء ميدف. يروح عليك الهواء ها يروح الهواء كله ميدف. عشان تمشي بالشراع لازم تكون شويه برع ها مثل تطلع من خصاب تبغى كم زار سيده هواء سيده هواء هذا سيده. ومن دخلت داخل هني دوح مني ومني اشراء ما يقعد ولا بعد. هي هذه قناة؟ هذه قناة. هذه قناة. هذه قناة. فيها سكون؟ فيها سكون نعم. الحين لا واحد فيها. كيف؟ واحد بس الحين فيها. واحد ساكن فيها. الحين فيها. الله يسكنوها يعني. ما يستوحش وحده؟ لا وش عاد شم هذه مقانة وشم. ايه. نفس الشيء اوادم بلدي مالنا بعدين. ايه. نفس القبيلة هذيك وهني هذه بلدي. نفس الجماعة. نفس الجماعة. شم فيها حد يعني. هاي في ازيد هذيك. نعم. هذه فيها واحد يقولوا بس. هذه بيوت أول الأول نعم. أول من وين يجيبوا ماء؟ يشلوه أو أول يسووا برك اللي ينزل فيه المطر. إيه. وتم ما متخزن. يا مخلص البرك يجيبوه من الغين. يجيبوا منك. مخصب يجيب فيه ماء. هذا الحين يجيبوا بالآخرة. حمل برك. أول يجيبوا بقرب. قبل بخروج. يجيبوا فيها ماء. ها يجيبوا ماء يشمون يموتون. إيه. يسقوا حيوان مالهم وهذا. نعم. يسقونه من برا. يعني يسكنوا في مكان ما في ماي او شحيح الماي يعني ما كثير. هاي شغلة. ما نزلوا، حد ما هو ماي، حد ما شيء. نعم. بعدها باقيات الهواري. هواري باقية يكسبون بها. ايه حتى ما الاول باقيات مبين. هاي مبينة فوق السيف حاطين. هذيك القوارب فوق السيف شوي. ايه. هذيك. بتيلة بتيلة. قوارب هذي. ايش كان غير البيوت مثلا يعني الان مسجد شيء مسجد فيها وين مجلس العرب مجلس والله ما له مخصص المكان مفتوح مجلس مخصص ما جي مكان شوفوا مكان روحه وقصوا المكان مفتوح 10 جالسين هناك و20 جالسين هناك وبسوالف نشوف ناخذها شويه نسلم على نوخذه السلام عليكم السلام مرحبا حياكم الله صحيح خير يا مرحبا يا مرحبا سهلا حياكم الله تفضل كيف حالك قلنا رحله حلوه انت الحمد لله كيف الشغل زين الحمد لله ماشي احنا على اي سفينه ايش تسمى هذه كانت اسمها لنش لنش زين احنا شفنا ايضا قوارب ثانية شفنا بتيلة ايه هذي في قانا ايه شفناه في قانا قبل شوية نعم بتيلة هذاك البتيل ايوه اكثر شيء منتشر البتيل هني ايوه قبل هي لكن الحين ماشي الحين ما حد يستخدم بتيل يستخدم شوية يبغون فايبر الحين كل القوارب صغار نعم ايوه خشب هذا ما حد يستعمله نعم هذه وصلناها احنا جزيرة تلغراف تلغراف ايه طبعا هي مسمية تلغراف عشان كانت مركز اتصالات ايوه اتصالات اتصالات لاسلكية ايوه ابو محمد جزيرة تلغراف يعني تحفظوا لها اسم ثاني قبل؟ لا اول جزيرة بس ما ندري بها جزيرة جزيرة بس هي حصى في البحر جزيرة صغيرة ما لها اسم غير للجزيرة نعم جزيرة خانة بعد جزيرة خانة ايه مشتهرة جزيرة خانة تعمل خانة هذه لأنها قريبة من قانا أيضا تسمى قانا نعم هذا غبة خانة هذا ايه الآن هي من 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 أشهر الأماكن اللي يزوروها الناس احنا اشتهرت احنا نعم أول شوي حد يجي صاروا السواح طلع اسمها نعم اسمها سراب ما أدري هو يصرخ لي اسم وايد أول ما لي اسم هذه يزوروا تحت دوابي هذا مال قراقيب تحت البحر صح صح نعم انا ما تعرفت على اسمك محمد محمد سليمان محمد سليمان ايوه والنعم فيك من زمان في شغله ايوه يمكن تقريبا 10 سنوات 10 سنوات ايوه قبل ما اشتغلت في البحر لا
قبل اشتغلت في دائرة المياه. في السفن هذا مال المياه. اشتغلت. ايضا في السفن. في السفن ايوه. يعني طول عمرك في السفن. ايوه كله في السفن. كله في البحر. وارثنها المهنة هذه. شو هذا؟ ايه يعني اهلك كانوا يشتغلوا اي بحر؟ اهلي قبل يشتغلوا في البحر. ايه. نعم. اهلي كله في البحر. والاخ احنا ما عرف. عبد الصمد. عبد الصمد. كيف الشغل معك؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال. الحمد لله. انت ايضا راعي بحر. ايوه. مساعد. كنت تكلمني عن جزيرة الغراف من ساعة. ايوه. احنا هذا شغلنا كان 14 سنة كان اشتغل. كان الجزيرة يسموها تلغراف ايلاند. ليش؟ لان الكيبل المقارة الهندية من الهند. واصل من امتداد الكيبل. يقولوا لا زال في اثار السلك. أيوة. الكيبل. ايوه. الشباب غواصين كمازر له كان عندنا غواصين يغوصون عندهم خبرة خلفية من غوص. يقول بس بعد موجودة. تمام. ايه موجودة. بتاعنا صوب الدرج. يعني الناس اللي تجي هنا سياحة وتمارس الغوص وهذا تشوف ايضا اثار اخرى تحت. ايوه هذول الغواصين متخصصين لها الشغل. بعضهم يجون يغوصون على المرجان بس. نعم. بعضهم لا. التراث يغوصون السلندرات. السلندرات. السلندرات يغوصون الاكسجين. اكسجين. نعم. ينزلوا تحت يشوفوا اي شيء. ما الاول يغوصوا بدون اكسجين. ما الاول بدون اكسجين. وايد يغوصون فترة طويلة. هني ما في لولو في المكان. لا هني ماشي. ما كان في تاريخ. أول قبلها. أول في. قبلها ماشي. ماشي. أول كان في غواصين لولو. غواصون ها. نعم. غواصون لولو. الأماكن هذه في الخلجان. تحت الجبل هنا خذ كان هذه. يوصل غوص برا بعد. ولها تجارها. سلامة. سلامة وبناتها. سلامة وبناتها. ليش مسمية سلامة وبناتها؟ والله ما ندري هذا اسم طالع سلام بناتها. حصلتوها كذا اسم؟ حصلناه هذا صار موضوع. حصلنا جاهز. ما ناخذها ثاني. سلامة الجزيرة الكبيرة. وبناتها صغار. كم جزيرة؟ والله هم ثلاث جزائر هذينا. ثلاث جزائر. هي وبناتها. نعم. يعني مشهورة جدا. مشهورة. سلامة. سلامة وبناتها. دي سيدة مرة. تقريبا هنا في اخر الرحلة. اعتقد ها ايوه يعني من هنا رد الى خصب. شفنا كثير اماكن حلوه الحمد لله. والله ما شفت. انتوا لازم انا لاحظ اي سفينه لازم فيها اثنين على الاقل يتعاون. مثل زمان ايام السيارات الكبار في دريول وفي سايق وفي معوني والان ايضا في طبعا. يعطيكم الصحة والعافية. يلا عاد على درب العودة إن شاء الله. رأي البحر لازم يكون نفرين في اللنش. سبحان الله واحد أطلب على شيء يكون عند يشل عنه يشل معاه. نعم. يلا راجعين حصب إن شاء الله.